تامر حقيقي عنده عين إخراجية رائعة جدا، إنما النهاردة ودلوقتي أنت لازم تخرج لنا مشهد مع الجمهور. يعني يعني الجمهور عندك أهو ناس كتيرة جدا من كل الأعمار، كلهم محبين. أو بصوا مين مستعد يمثل أو تامر يعلمه إخراج؟ تامر فكر، أنا على ما الناس تكون لا مش فاهم السؤال. يعني أنت دلوقتي تعمل توجيه كوتشنج ممثل وتعمل مشهد كده مع حد، ارتجل ارتجل مشهد دلوقتي. لا مش سهلي عليا الحاجات. اسهل ايه ده، انت عملت اغنيه كلها يا عم وانت على الكنبه. انت قول دلوقتي ماشي حالا. طيب ولا حالاً. طب بس اقول لك حاجه. طيب لا عشان الفه بس ولا اخر يعني؟ لا لا الفه واخرجه كل الزوايا يعني. ايوه ولا نجيب لك نصر محروس المشهد هيطلع حالا. هم الف فجاه اخر. انا يعني مش عارف. لا انا اسيب لك الكاست انت. طب انت عايز يعني حد في عمر ايه يعني مشهد في دماغك ايه ممكن يبقى؟ طب ايه طب انت قولي ولا يعني اعمل مشهد مع راجل ولا بنت ولا مع بنت. طب نقي انت يعني. طب ما انا مش عارف انت عايز شخصيه عامله ازاي. قول مثلا. لا انا اوظفها بقى اهو في هنا حد بس عايزين جرأة. طيب ماشي طلعي الموهبه. طب عندنا هنا متطوعه. اهلا بحضرتك. عليك اسمك ايه؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. ايوه اسمك ايه؟ دينا. اهلا بيكي يا دينا. استاذ تامر حسني اديهولك. استاذ تامر ده مؤلف ومخرج مهم جدا في عالم التمثيل. هو بوابتك للشهره والنجوميه. اوكي افواري اكتر يعلم. لا هو انا عاجبني الكلام. صح طب عايز اسالك، انت اصلا بتحبي تمثيل ولا لا بالصدفه؟ انا بمثل بقالي 4 سنين بس حاجات صغيره قوي. طب يعني انت بقى ان جدا مبدا موجود. اتفضل يا استاذ. افكر. طب اديني دقيقه. فكر. لا احنا عندنا الفرن مهندس الصوت فين؟ ادواتك حضرتك يا استاذ. اقفل المايك. هخرج بقى. اكشن. ايه دينا جت؟ النهار اسود. بقالك 4 شهور ما بتردش على التليفون. انا فرحي بكره وعزماك. عزماك عشان تيجي تشوف الرجاله اللي بجد. الرجاله اللي بجد؟ ليه هتروح الفرح من غير ميك اب ولا ايه؟ سابولا يا جماعه. سابولا. شكرا. الحمد لله. هتعمل الافيه ولا لا؟ لا طبعا. ما قالكيش الافيه. اتفاجئني. بس المهم ان احنا ختمنا عليه نفذ الحكم. برافو تامر حسني. برافو ليكي. برافو ليكي. ما فيش حاجه خارج نفسنا فيها. النهارده وفي راس السنه سعداء جدا. تامر هيعمل لنا شو بمجموعه من اغنياته مع راقصين وراقصات وجو واجواء. خلال سنوات قليلة حصل جوائز عالمية وألقاب كثيرة. احتل المركبة الأولى عربيا. الجائزة دي مهمة جدا وعايز أهديها لبلدي مصر. صورة لجيله لمجتمعه. تامر ده مغني صادق جدا. نجم الجيل. نجم الجيل تامر حسني. Oh.
ليلة ده الحب كل عايش أنا معاك والهلالي ليلة أنا ما أحب بجد بعد سنة طويلة وأنا من إيدي مبقاش في حاجة مستحيلة مش بتخيل غير عمري معاك